عايزين بس نلفت يعني أنظار السادة المشاهدين أنه غدا حيكون ضيف استوديو الحوار المرشح المحترم الأستاذ عمرو موسى، على مدار يومين حيكون في ضيافة الإعلامي البارز الأستاذ عادل حمودة والإعلامية البارزة الأستاذة لميس الحديدي، وبعد كده هو حيكون الحوار من 9 ل 12، وبعد كده حيكون كالعادة إن شاء الله الاستوديو التحليلي. في نقطتين بنتوقف أمامهم حوالين ما هو مكون الطيارات اللي مع المرشح المحترم عم منعم أبو الفتوح، وهل كانت هناك نوع من صفقات، ودي اللي بتحصل في الانتخابات. تشوف السؤال الأول أنه الطيارات التي معه مش بالضرورة متطابقة معه، هذا هو السؤال رقم 5. نشوف ماذا أجاب على هذا، كيف أجاب على هذا السؤال. هناك تيارات سلفية أعلنت مؤخرا تأييدها لحضرتك، ما مساحة الاختلافات الفكرية والسياسية بينك دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهذه التيارات؟ نحن هم أعلنوا ونحن أعلنا في حملتنا أن احنا مش متطابقين فكريا، هناك آراء ليهم تخصهم وآراء لنا نختلف معهم فيها، لكن احنا حينما اجتمعنا وتفاهمنا على دعم مشروع مصر القوية، مشروع حملتنا، مشروعنا اللي بنعمل من أجله منذ أكثر من سنة، لم يكن هدفنا أن احنا نبني مصر بمشروع ايديولوجي، وبالتالي ما بحثناش مع بعض احنا متفقين على ايه ومختلفين على ايه، لكن احنا جميعا بكل القوى التي وقفت معنا وهي كلها قوى وطنية نحترمها ونقدرها، كلها كنا متفقين على ان احنا بنبني مصر، نبني مستقبل اولادنا، مستقبل وطننا، لتكون مصر محققة لأهداف الثورة البسيطة اللي اعلنها شهداء الثورة قبل ان يلقوا ربهم، واعلنها شباب مصر الذي ما زال يقدم شهداء من اجل مصر، عيش حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، هذا هو الهدف. دكتور معتز، مكون تحالفات دكتور عم منعم كما هو أفاد إن هو فيها تيار ليبرالي، فيها تقدر تفهم منه بعض شباب الإخوان اللي هم يعني ذهبوا معه حينما كون فصيله، الجماعة الإسلامية التي أيدته، تيار حزب النور السلفي، وبعض شباب الثورة، وبعض التيارات اليسارية، وبعض الأقباط أو المسيحيين. صحيح. كيف يكون ذلك له؟ وبنفس الإجابة كيف يكون ذلك عليه؟ هي أولا دكتور عبد المنعم له أنصاره الذين يفضلونه كبديل أول، ولكن هو نجح بخطاب معتدل جدا، بنزعة نحو الوسطية، بالبعد عن تبني مواقف حادة، إن يكون تاني أفضل بديل عند ناس كتير أول. يعني مرة تانية بوضح المسألة، هو أولا هو البديل رقم واحد عند كثيرين ممن هم مقتنعون به، إنما نجح كمان في أنه يكون تاني أفضل بديل عند آخر، واعتقد هو معنى ما كان يقوله، أنه وده برضو اللي أشار إليه دكتور وحيد لما قيل يعني من قبل الدعوة السلفية أنه ربما هو ما كانش أفضل حد لو إحنا بندور على حد سلفي 100%، إنما بمنطق أنه ده رجل معتدل، رجل وسطي، رجل يلتزم بالفكرة الإسلامية وبالمشروع الإسلامي، ولكن في نفس الوقت هو قابل للانتخاب. برضو فكرة الإلكتابيليتي، يعني أنت ما أنتش عايز تدي صوتك لواحد مثاليا هو الأفضل، بس في الآخر أنت عارف أنه هياخد 1% من الأصوات. بس اللي يشوفه السلفي هو اللي يشوفه القبطي، هو اللي يشوفه الليبرالي، هو اللي يشوفه الثوري، هو اللي يشوفه الإخواني الشاب. لا، هو اللي حصل أنه كان تاني أفضل بديل بالنسبة لكثير من هؤلاء. سؤالي للدكتور عمرو، يعني أنا كيف يمكن بقى ذلك ان يكون عليه؟ يعني اعتقد انه ده ممكن يبقى قدام عليه، لكن هي اذا اصبح رئيسا، اذا اصبح رئيسا بمعنى انه اذا ابتدينا في اطار القرارات ومشروع هيبقى في فرز طبيعي. انا اقصد احنا دلوقتي في فرز اولي اللي هو ما ننساش انه ده حاضر جدا بقوه، اللي هو مع الثوره ولا مش معاها ولا ضدها. هو جزء من نجاحه انه يتواصل مع هذه الاطياف المختلفه ان هو في ذهنهم وفي رؤيتهم هو مرشح الثوره او واحد من ابرز مرشحي الثوره. هناك طبعا اسماء اخرى زي الاستاذ حمدين صباحي والاستاذ خالد علي واخرين، لكن هؤلاء توافقوا عليه من هذه الزاويه. بعد كده
لما هيبتدي في مشروعه السياسي وبتنقل لمرحلة الإصلاح وإعادة بناء الدولة قد يعني يتغير شكل هذه التحالفات زي أي مجتمع من المجتمعات، إنه في النهاية هيبقى فيه طيار يعني بيعتبره هو اختياره الأول، وربما نجد خلافات على اجتهادات على قرارات ربما ناس حتى ما كانتش معاه في أثناء الانتخابات وحملته تكتشف إنها أقرب لإدارته السياسية فتلحق بمشروعه السياسي. يعني هنا بيتنقل من مرشح إلى رئيس جمهورية، من حد خارج مؤسسات الدولة وخارج الإدارة إلى شخص بيقود ويدير، فأوتوماتيك بيحصل في رأيي فرز آخر جديد. في سؤال هو تكملة لده، هحتاج وجهة نظر ومساندة وشرح الدكتور وحيد. هو إنه قال إن إحنا ما قلناش إن إحنا هندي تمن، هو ده بقى تكملة لكلامك، لهؤلاء نظير تأييدهم لنا، يعني كل الائتلافات دي، فنشوف كيف طرح السؤال وكيف كانت الإجابة. معتاد في الانتخابات ان اي جماعات ضغط او تيارات او احزاب بتمنح تأييدها لمرشح رئاسي بتتوقع منه ان يحقق لها مصالح سواء في الاتجاه السياسي او الاقتصادي او الفكري. ايه اللي هيمنحه الدكتور عبد المنعم الفتوح للتيارات السلفية التي اعلنت تأييدها له؟ لا، لم نتحدث في هذا اصلا، ولم يطلبوا هذا، اننا مقابل نأيدك هتدينا ايه، هتعطي ايه، ما تعطيش ايه. لم نقول هذا لا ليهم ولا الحزب الوسط ولا حزب التنميه البناء والتنميه ولا لحركات الاخرى الوطنيه، حركه مصرنا وائتلافات شباب الثوره، ولا الشباب اللي خرج او يعني انتقل لحملتنا من الشباب الليبرالي اللي كان بايد الدكتور البلده وانتقل لنا. لا، لم نقل وليس من أخلاقنا أن احنا ندير مثل هذا الحوار. لا أقول أن ده حوار غلط، لكن لم نديره. نقولنا في مشروع الذي يريد أن يتعاون معنا لبنائه نتعاون معا فيه، الذي لا يتعاون نتمنى له كل التوفيق. وبالتالي محدش محاولات البعض الآن يقول مقابل إيه، وإزاي الحزب النور أو حزب الوسط بأيدك مقابل إيه، لا يوجد مقابل. انا يعني وان لو طلب احدا منهم مقابل كنت اقول لهم المقابل الوحيد ان احنا نحط ايدينا في ايد بعض عشان نبني البلد، مع ان ده في السياسه والانتخابات مش عيب. انا لا عيب ولا حرام ولا بقول الكلام ده كله، بس بقول ان ده اساس ادائنا وعملنا من الاول. ما فيش شاب من شباب مصر الطاهر المتجرد انضم للحمله، وحتى الان وانا كما قلت امس اتعلم منهم واستفيد منهم. لما اجد احدا منهم حتى يبرز اي قدر من ان هو له طموح معين وان في فرص فلان المرشح ده كبيره فمن المفيد ان نكون معه لعلنا نجد او الى اخره، هذا النوع من الانتهازيه والبحث عن المصالح الشخصيه والحزبيه ونحن نبني الوطن لا يصلح. الانتهازيه، هو يرى انه يعني انت عارف دائما هناك توزيع مغانم مقابل الائتلافات دي بتحصل حتى في الديمقراطيات الغربية، هو يصف انه مثل هذا السلوك انتهازية وانه مفيش تمن. وده طبيعي في هذه اللحظة. يعني هذه اللحظة ازاي ليس بقى دكتور شرق؟ ليس لانه هذه اللحظة ليس فيها مغانم. نحن في حالة خراب. وفي جهد كبير ينبغي ان يبذل. وذلك انا بعتبر حملة عبد المنعم الفتوح هي الحملة الوحيدة التي تعبر عن حالة مصر الآن، إنها الحالة اللي في تركة ثقيلة ينوء بها أي طرف منفردا ولا يمكن لأحد أن يحملها بمفرده، وهي تحتاج إلى تعاون وإلى عمل مشترك بين أطراف كثيرة. ولو إنه هذه الروح كانت موجودة في الحياة السياسية المصرية كان المشهد اختلف اختلافا تاما عما نحن فيه الآن، انه بدل من الناس في حاله استقطاب وعشان تقعدهم يتكلموا كلمتين مع بعض تبذل جهود هائله ويبقوا قاعدين مش طايقين بعض، كان هيبقى فيه هذه الروح انه لابد من التعاون. بعد كده ياتي بقى الكلام عن ماذا تعطيني وماذا اعطيك، عندما يكون هناك شيء يمكن للناس ان يقتسموه، لانه اذا لم يكن هناك ما يقتسم الا 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 اوهام وإلا يعني مظاهر فارغة وكاذبة، يبقى من العبث أن نسعى لاقتسام شيء لم يوجد بعد. عندما نبني نتقدم بعض الشيء في البناء ويوجد ما يمكن توزيعه، فتأتي فكرة المغانم ونقدر نشوف بقى السلوك هنا إيه.
والحقيقة يعني فيما يتعلق يعني هو هذا الكلام عن المقابل هو أثير بشأن حزب النور والدعوة السلفية، وأنا أشهد أنا تعاملت مع هؤلاء الناس في الحياة السياسية منذ أن دخلوا فيها وفي المجلس وفي البتاع، وأشهد أن هذا ليس أسوء، وأنهم من أكثر التيارات حرصا على أن يقدموا قبل أن يأخذوا، يعني فعلا أنا بأشهد هذه الشهادة أمام الله والوطن أنهم بيقدموا قبل أن يأخذوا. وهو على فكرة لحسن الحظ دكتور عبد المنعم هو مفوض مريح جدا، يعني مفاوضاته يعني وأنه لولا هذا كان وضع في موقف صعب جدا قد ربما ما كانش عارف يتعامل معه. في نهاية هذه الحلقة بشكركم جميعا لوجودكم معنا ولعلمكم وشرحكم ل يعني هذا المرشح اللي هو يعني عنده نقاط كثيرة جدا تستحق التوقف أمامها. غدا مرشح آخر مهم من المرشحين المحترمين الأستاذ عمرو موسى في ضيافة الأستاذ عادل حمودة والسيدة لميس الحديدي، تابعوهم غدا الساعة 9، وبعد ذلك تابعونا إن شاء الله في الاستوديو التحليلي. تصبحوا على خير وليحفظ الله مصر من كل سوء.